بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح مختصر لمتن يسمى متن الأصول الثلاثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله بإن شاء الله تعالى متن قابن ولقم قعابه متن الأصول الثلاثة صدح الأصل وتوحيد. نعم، قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة. انت انا اقرن كتابك ان شرحي ساقرن وحان اسويديننا سؤال الشنقه. السؤال الاول، لو قال لنا قائل لماذا ندرس التوحيد؟ سؤال شكوبات هدي احنا يرادو محان توحيدك وبرنينا. لماذا لا ندرس مثلا اللغه العربيه، ندرس الفقه مثلا؟ محان نبرنين اللغه العربيه اما فقه محان نبرنين. لان التوحيد هو حق الله على العبيد. لان توحيدك وحويه حق الهي وكليه اضومه. خلقنا لنوحد الله. وحان الله أبوري إنا إلهي وكلي لنا. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. إلهي ما أقبله عمل، ما أقبله إلا توحيد، إن التوحيد موجود. لا يدخل الجنة إلا موحد. شندنا ما قرأ إلا قف موحدة ماهن. تكثير الحسنات، تكفير السيئات. حسناتك أو لبديه أيه كسرن توحيدك، أيه سيئاتك الله يريه. نعم، ثم قد يسألك سائل. وحلقي بين قفك الكويدي. هل أنت موحد؟ متى هيقف موحدة متى؟ تقول نعم أنا موحد. حال هذا نعم أنا موحد معناها. يقول لك ما هو التوحيد؟ حكولي محوية التوحيد محالي لنا. إذا كنت لا تعرف التوحيد هذا الكلام الذي ذكرت كذب وزور. هدي آذن توحيد وحقوية هذا أقول موحد بنا وحن نقول يساب بين يتنبي بين نقول يساب. ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك؟ حال قيابة قفك لأنه كويديوك ويرى هذا مشرك مياتا. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. حال هذا أعوذ بالله أنا مشرك ماهي. يقول لك طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك والذي تتبرأ منه؟ وحد كل هذا المحوية الشرحي شركي قاس أتكبر النغنيسي وآد إلهي كما قنقليسي محوية. إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. هدي آذن شركي وحوية وسن أقوان وحال قيابا إنا شركي يقول على أذن قرنين. إذا أوجب الواجبات وأول الواجبات هو تعلم التوحيد. إذن واجبك وهرية وقفك مسلم كسران وحوية إنه برتو توعيدك وحوية إنه برتو. نعم، وكذلك نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه والله أعلم. سيدوك لو حوية واجبك النسارة إنه برنو الشرك وحوية هاي والله أعلم.